السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي وبرنامج كاني محل هذاي حسابته كبر أونلاين ملك يجوب كستو شوكت تحنا ينوها إن واحد في السودان يصير هو كورين أي نقطة أي نقطة ناي عشر كي هاف أنجل إيدنتيسك أو صوب رفكرة هاف أنجل إيدنتيسك إن سان كي هاف كيسي كوس كي هاف كيسي يتن كي هاف كيسي تصار يلا ونسوق على نهاية كده حسيني عشر هذا مركب يسكون حنين هنا إن شاء الله إذا كانت السواق لي دوران كسر عندنا عشر كان أنت أنا دوران ولد كي كوري دوتان عشر كسر وصل عشر يسكون حنين إن شاء الله بالعاوة حين يجي هذا تصارين الله بيلا وترات وحنقول نقارن إن هم هاي هاف فنجر يدين تيجي بين كل بقول إنه دير هذا واحد اللي يجي find the exact value for sine theta divided by 2 and for sine t for sine 105 degree for sine 105 degree أنقلك بقول إيشان half قيس أو ساينا إيه ردي لنا لي مكتئ using the half angle identity هذا 105 كن ماشي تاجن ما عضينا يا half angle identity واحد هذا برضه نحسسوني إلى نحسس نطان إن شاء الله ما ده أتكلم شو تعلم حال لهذاي إن وحبر شادي نفسي لسر أساسي لهاي إن هدي الله إني يلا هدي الله إني يلا half angle of 60 degree هدي الله إني يلا ده محل رأني سمركا theta divided by 2 is equal to 60 degree يعني angle كان 60 degree angle لما لو قيبي ما هو بصوبة هاي محي 60 degree هو يمركا angle كي ما قرانا إنه محل رأينا angle لما لو قيبي ما صوبة هاي محي 60 degree هذا أنا كل ثقيل سمحوا لك أنا cross multiplication theta أكون عيال خاصة محل هذا وانا تو أنا واحد أكون عيال محي ليه ذنب أكون عيال بقول إذا لبعض بقول يو لبعض هل كم حين كوا جاني angle كنا نهاي سنة half قيسو إنه هو بقول لك واي بقول لك لو تنهاي في قيسو دوي 60 وتقام وحوي 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 ما أتكا and لكن فكر بك غبيين فكرك هاي صدق غبيين هدي تصور على إن إله ذو إن هدي تصور على إن إله ذو half angle half angle half angle of 30 degree angle كه 30 degree half كي سهدي لي لين 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 محل هاي صنو وانجل كي لبلو قيني محو هم بدل ما سمرك أو هم هاي 30 degree و half كي ما كان عن انجل لبلو قيبي أيا صباح هي 30 انت ان شاء الله كنت دار ان عشر كيلو انت مدارين هاي مركب حوالين تاس طريقه صوب بين مرينا بعيدين وين هينا هكور قلنا باش سوريش بين سوق علينا ان واحد سوق علينا انجل بال لبن لو قيبي هذا كان اللي فهمه هذا انجل بال لبن لو قيبي انجل كي هاف بون نقضي واضح حمكا و 105 انجل كان لبن لو قيبي ما قرنين واحد نورينا هذا theta divided by 2 is equal to 105 وقت angle كين رأسينا وقت angle كان لابد لو قيبي اين رأينا إن شاء الله حقا عنا قيبنا نمحان لها ذي اللابا اي محان شو ذا وان بها كاو قصو ذي نحقا اللابا كود عاي كرسم بكيش بكيش تمعالو theta times 1 ومحي و theta 2 times 105 ومحي واللابا بقول ايو طبعا اللابا بقول ايو طبعا degree والتاسوى مهيم ورطة مركز ايها فانجل كوشو قيلا سان ورطة angle كان لابد لو قيبي بالحرا إنك تيتا وهاي سنة و 210 تيتا لفار بي 2105 فرصة لبناس أبوت هذا صار ويوحى القاعدة له إن شاء الله ويدين فضانية هذا ما كان عند الكيل بدل الله قيبي صاه اللين قاعدة محق هرك صار دكانة وركم أي حسوسا سين تيتا لفار بي 2 لك سين تيتا لفار بي 2 لك ما هي 1 minus cos تيتا لفار بي 2 أو square root كلاك صار أنت سينو لك أرد الله حسنا إن شاء الله هذا ما كان محين لدينا والتيتا ديفار باي 2 ومحي لا بقى أفشان بينه هاي سنة تيتا ديفار باي 2 يعني 105 ديقنو يعني 210 ديفار باي 2 ديقنو لا بقى أفشان بينه بناي بقى دا إنو قادنو أن لا ساين تيتا إلين تيتا بينه هاي سنة بي و 210 ديقري أو لا بقى لو قيبي هل كار دي واحد الحسوسين يا هل كار واحد الحسوسين يا أنجل كان هذا يشير صوب حياة وأنجل عام. وي هل كا محل هذا أنجل كان صوب حياة ما كسته وأنجل عام. بكا أنجل كان كا أي مش فاهم إن شاء الله. أنت أصلا محين ولا تهضم. و one minus cos تي تمحين ولا كا two تنبو تي تنو ليجي. divide by two
انت والله هسه ان شاء الله هون انت وهيني ان وكم حق واسنا كوست 210 اي برتك هاي هذا هو 221 هاي 220 هوري اللي كشهري وانقل عانا 210 221 هاي وانقل عانا وين او محات حراعه تيدي بتحراعه واحد يبي كجرا واحد صدحات بكجرا 210 واحد صدحات كوست كم هو ماينس ساين كم هو ماينس بينا ما كان كم حلوه ناو ساين لبنا نقول نتاس كقريبية 105 degree is equal to 1 minus cos 2 تنمحو لقيها هرتا radical 3 دفار بي 2 بو cos 3 لقيها لكن ما دام 2 تن واحدة صدحات بيشتر دي 1 minus هلك قاعد هلوف وشكنا ده الإرالية نتاسو دفار بي محي 2 وحيد الكلقة سار هكا هذا المحل نغسي روضنو انتا وحنا رأينا sin 105 is equal to ولكن minus by no yell minus can minus can I scry? Well, one plus radical 3 divided by 2 or level of baby or hill calaga? Sare sine 105 who have no leg in my entire bench church of paper sign is 6 gradient. Cows is one can was his what to the way is in who am I or 2 in 2 1 baby or 2 2 1 could have 2 plus 2 2 baby or 1 radical 3 could have formed high or radical 3 hostim hayno yaal toy no yaal loo si qiibiyto oo xidka laga saaray labada toba isku dhacaya sad radid sin 105 wuxuu ino leeyahay toba toba ku lufta waa 4 waa 2 plus radical 3 divided by 4 oo xidka laga saaray toba inuu ka baxay marka sin 105 wuxuu ino leeyahay waa 2 plus radical 3 divided by 2 حدث كم هو كان يومك أنت صار محدث كم كان يوم إن شاء الله رح هوي هذا الكل ده الشيء وسقي عشان نوصل لكنه كان ممكن تشوف تام بس كده كتر ما مشكلة واحد بيبقى ماله and تسألها تسألها إن إحنا إن شاء الله روح هنا نقول هي half عندك بروف بروي أردى ده بقى عندك بروف أنا صورت كناي some antiferous كم بروف أنا صورت كناي single angle identity كم بروف أنا صورت كناي أول أنا ما أنا حسيت ده أنا half angle identity كم بروف أنا كناي إن شاء الله marka waxa ay xusuusnaataan arday xisidayna wax soo qaadan sin square theta divided by 2 inuu leeyahay 1 minus cos theta divided by 2 ka ay la xusuusnaa waxa ay ku riyay insha Allah waxa koon aan dhigamay cos square theta divided by 2 wuxuu inoo leeyahay baa noo yiri 1 plus cos theta divided by 2 intee aad ay xusuusnaa waxa koon aan nili tan theta divided by 2 wuxuu leeyahay 1 minus cos theta divided by sin theta ama sin theta divided by 1 plus cos theta inta hadda la xusuusnaa proof ka sa laga shaqeynayaa insha Allah een adeer hadda wax badanaa iska soo qaadano waxaan oranayna eeda sin square x divided by 2 equal sec x minus 1 divided by 2 sec x in labada dhinac isleeyihiin ayaa adeeyleenay den ana waxaan ku horeynaynaa midigta hadan in casa badan waxaan oranaynaa from left hand side maxaan galnaa sec x minus 1 divided by 2 sec x hadaba sec x muxuu ino leeyahay sec x muxuu ino leeyahay 1 divided by cos x muxuu ino leeyahay hadaba waxaan qaadanaa minus 1 divided by een maxaa la sac agas kan maxaa loo leeyahay 1 divided by cos bin loo leeyahay marka 2 sac agas maxaa loo noqonaya waa 2 divided by cos x oo the 2 sac agas markeenu haysano 2 ga inoo daayisay sac ma noqonayo 1 divided by cos 2 ga yoon ka isku dhacay marka waa 2 times 1 waa 2 divided by cos plus x soo baxsan hadaba marka sare halka sare l fiiriye labada waxaan raadinaynaa lcm koob kan hoosana waxaan si qaybinaynaa labada hadii LCM ku raadin waa maxay waa cos waa sareeyaan raadinaya labada LCM si aad ila soo raayo cos soo qaybinno waa 1 1 noo ku dhufo waa 1 minus cos soo qaybsan 1 waa cos cos noo ka ku dhufto waa cos weeyo loo qaybiyay dhamaanta hala waxa sana 2 divided by cos calaamada division kiban nooc u bedisay u bedelay en cos x inta samaxay loo leeyahay samaxay waa 1 minus cos x divided by
cos x times 2 guna hooseeyo noqonaya cos kana ma noqonaya sarreeyo diffusionki times baan ka dhignaa divided by maxay 2 labada cos way isla baxayaan halka waxay naga soo baxayaan 1 minus cos x divided by 2 wariyaa ay xasuusan waxaan u baahanahay duco qaba inta xasuusan xisidani hore imikada la idin tusay 1 minus cos 1 minus cos x divided by 2 wuxuu leeyahay sin square x divided by 2 wariyaa intaas waxa la leeyahay maxay macnaheedu therefore 1 minus cos x divided by 2 equal sin square x divided by 2 L half theory sin square x divided by 2 wuxuu leeyahay maxay 1 minus cos x divided by 2 ayuu leeyahay intaas taas waa sin iyo sin kan labaad hadda inuu nimaan hadaba salaheena labaad hadda inuu ka shaqeyno salaheena labaad waxaan oranaynaa b da inoo soo qaada tan alpha divided by 2 tan alpha divided by 2 is equal to sin alpha plus cos alpha cot alpha minus cot alpha walaalkaas ma markay filaya dhinaca badan dhinaca badan waa maxay waa right hand side oo in identity base markay bilaabanayna dhinaca badan hala soo qaado hala furfuro identity-gana wax waa weyn oo ha fangalka ay qusayo soo si badan waa hay wax weyn waa identity-ga caadiga bala marayaa wixii ha fangalka ka qusayo umad ka qaadanaysa insha Allah hadaba dhinaca hadan soo qaadano sin alpha plus cos alpha cot alpha minus cot alpha waxa markii hore iska bedelayna derived identities code dadna sin alpha si soo qaadanaysa sin alpha plus cos alpha hagaana ku bedelay noo wanaagsan ma jecla halkaas sin alpha si soo qaado plus cos kale si soo qaado isla leen bedel may cot ka derived dadna cot ka muxuu leeyahay waa cos alpha divided by sin alpha hadaan waxa inoo yeelo minus cot alpha wuxuu leeyahay cos alpha divided by sin alpha halka markaynu marayno labadan di hooseeyo isku mid ka soo qaado labadana isku dhufa marka intaas waxa ay la leeyahay laanaya waa sin alpha plus cos times cos waa maxay waa cos square alpha minus cos alpha labadan hooseeyo isku mid ka soo qaado halka hadan idin ku degdegay bal hada yara feeriye eeg labadana isku dhuftay cos square bay noqdeen de labadan hooseeyo waa isku mid ba ka soo qaato waa si kala goyn marka waxaan istaag iska ma nasiinno dayo isku sayro oo raisha hadana waxaan sameynaynaa chatchap kan ba LCM kiis waa kan chatchap kan baa baahan dareen LCM kiis la raadiyo de waadan cos square kan waxaan nooma qabanayaan bedelno marka waxaan chatchap kan LCM kiis raadinno maxaa common denominator waa labada waxa common denominator waa maxay sin alpha sin alpha waa qaybiya oo sin alpha sin alpha ku dhufo waa sin square alpha plus sin alpha iyo sin alpha isu qayb waa 1 1 intan ku dhufo waa cos square alpha minus cos alpha halka aad fiiriyo marka maxaa bedelmay isu diin wal basic identities kan ku jirna maxaa bedelmay isu diin labada hore cos square plus sin square miyana 1 no la ka labada hore waa binu leeyahay hore waa 1 minus cos alpha labada intaas waan bay noqotaan ku jirti minus cos alpha divided by halkan maxay noo yala sin alpha wariyane yaa xasuusan 1 minus cos alpha divided by sin alpha waxay leekay tan theta divided by 2 ay noo laagtay intaas waxay noo laagtahay haddii cashankeena ku xasu ku noqotaan ka sidii loo baahnaa ay noo soo baxdo marka waa maxay inta hore oo dhan waxaanu malaynay basic identities laakiin baashan markaa ka gaadhay umbale niga doonayaan xasuusano inta inay leegtay tan alpha divided by 2 waxba ha warkina half angle identity dheero badan waxba kala la qabanayaa ha warkina intii basic umba la qabanayaa
ملح عشرة يقول كل أذكاره بوسية وسجيع عليه وعشرة هذا وعشرة هذا كويس تو وهم كلها هاي ملك استا يجور كستو تشوكتو كبلو هيسدنا محل الأونلاين كان ومحمد على الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.